هولا فاميليا، فيديو جديد وهذا اخر فيديو في الليله هذه. ظهر لي انا ما زلت سخون على الفيديوهات، نحب ندقدقها. المهم انا في البلاصه هذه يا سيدي، نقول لكم حاجه تصدقوا ولا ما تصدقوش، نسيت اسمها، شو اسمها؟ بانكو دي اسبانيا. بانكو دي اسبانيا شباب، جيتكم البلاصه هذه علاش نصور فيها انا؟ بما انني فان نتاع ريال مدريد، البلاصه هذه كل ما يهزوا كوب ولا لازم، كل ما يهزوا تيتر يجيو يحتفلوا بيه هنا شبيبه في البلاصه هذه في البانكو دي اسبانيا. لا يجوا ريت يعبيهم في الكار هكا كل عمال يجيبوهم لهنا يحتفلوا، ها هي ها ها، وكل واحد يروح على روحه. ودي جي وعالم مقلوب خويا، هاهم جروبات هنا سياحه، جروبات هنا سياحه. انا جروب واحد يا، وعندي القيد نتاعي حمى مولا باريس، مولا مدريد. اجا كيفاش نقولها خويا النافوره، خلينا ننوروا الفاميليا ونوروهم الدنيا. ما نجموش في الوسط نمشيو، لا ممنوع، عاو نعمل لكم زوم خويا، عاو كي الدنيا. والبنيه هذه شنو اسمها؟ بانكو دي اسبانيا. مع بانك بلدي، بانك هي. اوكي بانكو دي اسبانيا. كان واحد يعيش في مدريد وبالك ماهيش بانكا، خاطر ما نعرفش هي اسمها بانكو دي اسبانيا، دون تطلع كاين بانك. الحقيقه راه عمري دخلت لها. اوكي صار انت قاعد تحكي لنا هكا معناتها. فما الروف هكا، اشهر الروف. انا ما نتصورهاش بانكا. بانكو اسمها بانكو دي اسبانيا، دونك تطلع البنيه عادي عادي. زعما البانك سنترال هذا نتاعهم. اوكي يا اخويا. لوجيك. كان واحد مدريدي ينورنا بالله يعطينا المعلومة الصحيحة. هاكا وحبيت نوريكم الأولاد الفيديو لهنا الدنيا. هذيك ماريا ولا مريم؟ هذيك مريم العذراء. حسب ال صحيحة هاكا هو مريم. هذه البنية شنية بانكا باز. نطلع حتى شيء آخر. هاي شقة الطفلة في الأحمر. بالله العظيم. خلينا نقربوا حتى احنا شوية نوريو الفاميليا. وانا حاشم من الساعه ما نحبش نسوق، قلت مشيش يقولوا العربي هذا ندخلها ديما بعضها. هاي طفله جات نورتنا. يا سيدي ها نزيدوا نقربوا لهنا اخويا يحتفلوا. وانا شرف لي اني زرت هالبلاصه هذه برجوليه، كنت نشوف فيها في التلفزه في الفيديوهات اخويا، هاني جيتها. والله الفكره نتاع الفيديو جابها لنا سي محمد الله يخليه. وتوا الفيديو هذا يوفى لهنا، ان شاء الله عجبتكم البلاصه. الفيديو الجاي تعرف وين مشينا؟ المطار. مطار شنو هزني ناكل توا، يلا احلى ناس نمشيو ناكل.